وش اخبار قبيله داعس؟ والله سمعت انهم توهم طالعين من حرب. حرب؟ حرب مع من؟ والله يقولون فيها قبيله سكنت جنبهم وغزوهم وعفسوهم عفس. يا هالربع سمي يا طويلة العمر. سيوفنا أصدت. وش قصدك يا شيخة؟ عندك نية غزو جديد؟ غزو جديد. داعس سبقنا للغزو ونهب اللي نهبه وأخذ اللي أخذه وإحنا قاعدين نتفرج عليه. صدقت يا شيخة. أقول يا طويلة العمر عندي لكم رأي. قل رأيك أشوف. أقول يا طويلة العمر ليش ما نرسل فرقة صغيرة وتجي طال عمرك لين توصل رعيان الشيخ داعس، ثم نطلع وهالرعيان مسكناهم واخذنا الغنائم. وين سيطة عمرك؟ لا خسرنا واخذنا غنائم. عز الله راي سدي. واني من راي اخوي مزمار. لا 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 بالله. لا بالله انا ماني من رايكم. هي حبك للمعارضة يا صياح، وايش بلاك يا اخوي؟ يا جماعة حنا اذا ارسلنا فرقة صغيرة في عندنا احتمالين. الاحتمال الاول انهم يجيبون غنائمنا ويجيبونها، لكن الاحتمال الثاني انهم يجونا مذبوحين ويصلونهم مذبوحين. والراي يا صياح؟ انا من رايي نطلع فرقة صغيرة يروحون ويعسعسون رعيانهم ويعسعسون حلالهم، وحنا نطلع فرساننا يروحون ويراقبون هالفرقة الصغيرة. فرقتنا تعسعس وفرساننا يراقبون، فرقتنا تعسعس وفرساننا يراقبون. إن طلع لنا الشيخ داعس وفرساننا قلنا له بالمرصاد، وإن ما طلع أخذنا رعيانهم وحلالهم ورجعنا وكسبنا، جيبنا جيشنا بدون خسائر. عز الله فكرته خطيرة، ويش رأيك يا شيخة؟ أنا أقول إن رأي خالي صياح رأي سديد. خلاص اختاروا الرجال اللي بيقاتلون الرعيان. والله ما أكون خال العرجة هلا أنا جايب راسك يا داعس.